هذه قديمه السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم في نهار جديد، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم ان شاء الله لات قنص. اول حاجه كنتاكدوا بلي الامور مضبوطه. ثاني حاجه بعد ما كنطلقوا القرص كنشارجيو. النهار هذا هو النهار الاخير الاخوان، والقانون المسموح به هو 3 القرطاسات الحمام والحجل. اما من بعد ما كيسالي الحمام والحجل فكنمشيو نصيدو الحلوف، ما نساوش الفران، كنمشيو نصيدو الحلوف. هذاك مسموح انك دير 5 القرطاسات. غنمشيو نجيب واحد الطويره ونقلبو على الطرائد اللي من بينهم الحجل والحمام. ما بانوا لي شي حمامات راه هما كاينين في الشجره تما. المشكل اللي كاين عندي اليوم هو انه ما جبتش السيبور اللي كيشد الجو برو في المكحله، وهزيتو وخليته في الطوموبيل ما عرفت فين خليته. المهم نسيتو. دابا ان شاء الله غادي ندخل غادي تشوفوا معايا، غادي نحاول انني ما امكن انني نصور لكم داك الشيء من بعيد. غادي نحاول نشوف كيفاش نضرب وفي نفس الوقت نشد الجو برو. شدينا وحده هي هذه دابا مجنحه، يعني مجنحه. دابا ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديال الطبخ ديال هادو، من بعد غادي نوريكم كيفاش غنطبخوهم. خرج غادي يكون يوم واخر يوم للصيد، يعني الناس ديال الصيداره يعرفوا البلان كيدير. من بعد غادي نمشيو لباطي ديال الحلوف، يعني لباطي اللهم بارك. دابا ان شاء الله غادي نتغداو ومن بعد غادي نجيب واحد الدويره. ما نساوش، ما غاديش نساو الطريقه ديال الطبخ ديال هادو الاخوان. المهم الاخوان، هو هناك واحد البلاصه كاينه هنا كاين فيها شي 6 الحجلات. المهم وحده راه ضربتها، غادي نوريكم الفيديو ديالها واخا ما تصورش ليا الفيديو ديالها. كاينه هي وكاين دابا 3 الحمامات. ان شاء الله فاش غادي نبغي نشويهم، فاش غادي نبغي نشويهم راه غادي نوريهم لكم الاخوان. صراحه قال المشكل اللي كاين عندي هو ان هذا بحال هادشي كيبغي الكلاب، السلاح كيبغي الكلاب، والحجل ذكي بزاف. الحجل ماشي بحال الحمام ولا بحال شي حاجه، ذكي بزاف لدرجه انه كيسمع الاطار ديالك كيشوفك من بعيد وكيمشي تخبى، ولا يخليك حتى تبغي تفوت، يعني كيخليك حتى تفوتو عاد كيديماري. المهم دابا ان شاء الله غادي نمشي نجي واحد الدويره على الله، لعل وعسى نلقى شي حاجه. الا لقيت شي حاجه راه مزيان، ما لقيتش غادي نمشي باش نشوي هذوك وصافي. كاينه حجله وثلاثه الحمامات دابا. بعد ما لقينا والو غادي نمشيو ان شاء الله. دابا غادي نطيبو دوك الحمامات وديك الحجله، نطيبوهم. الصراحه قال المشكل اللي كان عندي هو انني ما صورتش لكم داك فاش ضربت الحجله، والله ما صورت داكشي، ما تصورش ليا بالكوبرو الكوبرو. دابا ان شاء الله غادي نجمعت المكحله. جبات درني واحد الضربه خايبه الاخوان، والله العظيم هاد الضربه خايبه، والله قسما بالله. شوف كليت هاني دير بصح، داكشي علاش ما قدرتش نصيد ندير شي فيديو بجبات. دابا تيضبر عليا الصباع، جبات سميتو ديالو خفيف وزلق وضربني هنا. شوف والله العظيم. المهم الاخوان هاد المره عذروني حيت ما غاديش نوريكم كيفاش كنقيو داك العجب، انا عطيكم داكشي موجود ديريكت. غنصور لكم التصويره ديال داكشي منقي مقاد حتى من بعد ان شاء الله كما قلت لكم في الفيديو. جبال بعدا ما كاينش في الفيديو.
ثم اللهم بارك الحمامة حمامة حمامة والحجلة راه هي هادي هي الحجلة راه يكون عارفينها الناس هاي الحجيلة واحد جوج ثلاثة الحمامات المهم غادي نعاود نجيب واحد الدوار غادي نشوف على الله واش غادي نقدروا نصوروا شي حاجة ولا نضربوا شي حجيلة مزيانة شي حمامة مع شي بريريت اللهم بارك انتم هذه قديمة كان بوك تحركت لي هذه قديمة كا ايوا بعد ما الاخوان كلينا ان شاء الله داك الحميمات دابا ان شاء الله غادي نجمعوا الدوزان ديالنا تاش لايك سبسكرايب الا كنت اول مره كتفرجوا في شان فلوغ تهلاو لي فراسكم تشاو تشاو واذا كانوا كيعجبكم هاد الفيديوهات بحال هادو خليو لي في كومونتيرات ان شاء الله نبقاو اليوم درنا اول تجربه ومن بعد ان شاء الله غندير لكم فيديوهات اخرين تهلاو لي فراسكم تشاو تشاو